السادسة صباحا الرابعة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير المالية ونائب وزير المالية للسياسات المالية. وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2024-2025، حيث تم عرض أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة والتي تستند على تحقيق معدل نمو قدره 4% من الناتج المحلي الإجمالي. أعلن مجلس الوزراء عن بدء الحكومة سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مشروعات البترول في مصر، وذلك بإجمالي نحو 20% من المتأخرات، وذلك من خلال خطة مجدولة لسداد جميع المتأخرات تباعا خلال الفترة القادمة. وخلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة ملف مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في المشروعات البترولية بمصر، أكد مدبولي حرص الدولة على اتخاذ خطوات مكثفة في ملف مستحقات شركات البترول الأجنبية في مصر، وذلك من خلال البدء في تنفيذ آلية محكمة تم إعدادها لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وذلك بما يسهم في بث المزيد من الثقة والطمأنينة في قطاع الطاقة بمصر، ويعمل على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيوي. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن المأساة الإنسانية التي يعيشها أبناء قطاع غزة تفرض حتمية تكاتف الجهود الدولية للضغط على إسرائيل، وذلك لتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام وفتح المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من ميهول مارتن وزير الخارجية والدفاع لجمهورية أيرلندا، وذلك لبحث تطورات الأزمة الراهنة في قطاع غزة بأبعادها المختلفة. كما أوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية حرص على اطلاع نظيره الأيرلندي على نتائج الاتصالات التي تجريها مصر، وذلك لتحقيق الوساطة بين حماس وإسرائيل للوصول إلى هدنة تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار. ومن جانبه أطلع مارتن الوزير شكري على نتائج اتصالاته مع عدد من الدول الأوروبية بشأن النظر في الاعتراف بالدولة الفلسطينية. أكد المنسق الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط تورون سلاند أن قوات الاحتلال استخدمت الأسلحة الفتاكة بشكل متزايد في قطاع غزة، كما أشار إلى أن نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة انهار بالكامل، فيما تفرض قوات الاحتلال قيودا على العمل الميداني الإنساني وخطوط الإمداد. دعا المتحدث باسم الأمم المتحدة إسرائيل إلى إلغاء قرارها بمنع وصول المساعدات الغذائية إلى شمال غزة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، مؤكدا أن الفلسطينيين يواجهون الموت بسبب المجاعة. وأضاف المسؤول الأممي أنه لا يمكن الادعاء بالالتزام بأحكام القانون الدولي، فيما تقوم حكومة الاحتلال بمنع قوافل الأونروا الغذائية. طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بضرورة تمكين المنظمات الدولية من إيصال المساعدات إلى غزة دون عوائق. ونفت وزارة الدفاع الأمريكية قيام واشنطن بشن ضربات جوية على سوريا الليلة الماضية.
جاء ذلك فيما اتهمت الخارجية السورية الولايات المتحدة باستهداف قرى وبلدات ومواقع عسكرية في دير الزور في هجوم أدى إلى مقتل 7 عسكريين ومدني وجرح 32 آخرين وخسائر مادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة. وأكدت الوزارة حق سوريا في الدفاع عن النفس ومحاسبة المعتدي بالوسائل التي ينص عليها القانون الدولي. أخذ الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعا مع كبار مستشاريه بشأن انهيار جسر بالتيمور، وأمر بايدن بتوفير جميع الموارد الفيدرالية للمساعدة في الحادث، كما أكد أنه في الوقت الحالي ليس هناك ما يشير إلى أن حادث انهيار جسر بالتيمور عمل متعمد، مشيرا إلى أن المسؤولين في موقع الحادث يقدرون وجود 6 أشخاص في عدد المفقودين، ومشددا على أن الأولوية القصوى الآن هي لعمليات البحث والإنقاذ. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية الموجز، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. أشكركم على طيب المتابعة، تحياتي أنا كريم الخولي وإلى اللقاء.